والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هتكلم النهاردة ان شاء الله على مسار الامعاء الدقيق small intestine meridian او small intestine channel. اول حاجة ايه وظائف الامعاء الدقيقة يا شباب؟ وظائف من منظور الطب الصيني، اول حاجة الامعاء الدقيقة بيقول لك هو اول حاجة ان هو عضو يانج. احنا قلنا اتفقنا في من اول خالص من اول الدورة ان في عندنا اعضاء ين واعضاء يانج. اعضاء اليانج اللي هي عادة بتكون مجوفة زي لارج انتستن، زي الامعاء الغليظة، الامعاء الدقيقة، تمام؟ ديت اليانج. اما الين فهي الامعاء المصمتة. يعني طب احنا عندنا الامعاء الدقيقة السمول انتستن دي متزوجة مع مين؟ العضو الين بتاعه هو القلب. عشان كده لازم في بعض الاحيان ابص الاقي الامعاء الدقيقة سبحان الله في نقاط على المسار بتاع الامعاء الدقيقة ينفع فين؟ ينفع في ايه؟ مشاكل القلب. طيب اول حاجة قال لك ان الامعاء الدقيقة دي بتستقبل الاكل من بتستقبل الاكل وتحوله ماشي، يعني وتبدأ تفصل الاكل الكويس اللي هو الحاجات اللي احنا الجسم يقدر يستفيد منها ويبدأ تدخلها في الجسم، يعني تمتصها بيتحول الى ايه؟ سوائل الجسم. اما الحاجات اللي هي الغير يعني سبحان الله اللي الجسم مش هيستفيد منها، الغير نقية، تتحول الى ايه؟ الى يورين او يول او بول، مكتوب كده يعني. يبقى احنا عندنا الحاجات اللي هي البيور يعني النقية الجسم هيستفيد بيها وتتحول الى سوائل الجسم العادية زي الدم وكذا وكذا. اما اللي هي الغير نقية بتتحول الى بول. ده من منظور الطب الصيني. طيب قال لك برضو كمان الامعاء الدقيقه دهيت مش بس ان هي مسؤوله عن الطعام، ولكن ايضا كمان مسؤوله عن العاطفه والعقل والروح. مش احنا متفقين ان احنا اصلا هي متزوجه مع القلب؟ والمره اللي فاتت قلنا ان القلب هو المسؤول، هو يعتبر العقل، هو الحزن والفرح وكذا، وزي ما قلنا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. معنى كده ان هو متزوجين مع بعض، معنى كده ان في بعض النقاط من الامعاء الدقيقه تؤثر على العقل والروح والعاطفه، زي ما مثلا في نقطه بعد كده هنتكلم عليها ان هي تعالج مثلا موضوع الاكتئاب او موضوع الجنون وهكذا. تمام كده. طيب اول حاجه عايزين نشوف، يبقى انت دلوقتي قلت لي اول نقطه ان الامعاء الدقيقه متزوجه مع القلب الهارت، تمام. عايزين نشوف ايه مسار الامعاء، سبحان الله مسار الامعاء. مسار الامعاء يا جماعه الامعاء الدقيقه ماشي ازاي؟ تمام. لما اعرف هو ماشي ازاي ابدا ان انا اعرف حاجات تانية عنه. محمد. يبقى احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا على الين واليانج بتاع الامعاء الدقيقه، تمام. دلوقتي هنتكلم على سبحان الله الامعاء الدقيقه، تمام. المسار ماشي ازاي؟ طيب هنبدا اول حاجه نتكلم. اول حاجه قال لك ان المسار بيبدا من الاصبع الصغير، من اصبع الصغير، تمام. ازاي؟ هنجيب بعد كده صور ان شاء الله هتعرفوها. هي من اول ادي الاصبع الصغير، تمام. الاصبع الصغير هناخد خط من تحت، مش لازم بقى اشرح بالتفصيل، ثواني. يبقى المسار بيبدا من الاصبع الصغير، تمام، الى فين؟ يتنيه ماشي ماشي. ديت من ايه؟ من ظاهر اليد، من ظاهر اليد هذا المسار. على المعدة والأمعاء الدقيقة، تمام.
ممكن يصل الى المثانة، عشان كده في نقطه برضو بتعالج في مشاكل المثانة. طيب البرانش الثاني طالع لي فوق من مرر من الرقبه الى اللي هي السمول انتستين 18 اللي هي في الخدود، بعد كده يبدا يطلع لي عند حاجتين اتنين، يطلع لي عند بدايه القرني، بدايه العين تمام ونهايه العين، بدايه العين ونهايه العين. طيب ده المسار الداخلي، بعد كده يبدا يدخل لي فين تاني؟ يدخل لي على الاذن. عشان كده مسار الامعاء الدقيقه من اهم المسارات اللي بتعالج مشاكل الاذن، سواء كان سبحان الله اذا كان ضعف في السمع، اذا كان في طنين، اذا كان في الحاجات دي. تمام، تعالوا نبص هنا تاني كده اهوت، ادي مسار الامعاء الدقيقه تمام، وادي سبحان الله ماشي ازاي من اول السمول انتستين 1 3 4 2 يبدا التسعه فوق اهيت على بين سبحان الله بين الكتف وبين الجسم، وهنقولها دلوقتي. وبعدين يدخل لي على الاسكابولا، الاسكابولا دي اللي هي عظمه لوح الكتف، عظمه لوح الكتف تمام. وبعد كده يمشي لي على خلف الظهر، وبعد كده يدخل لي على فين؟ ده المسار الخارجي يا شباب. بعد كده يدخل لي على الرقبه، وبعدين على الخدود، وبعد كده لا احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان انا لازم اعرف المسار الداخلي زي ده، المسار الداخلي عشان اقدر احدد هو في نقاط معينه على هذا المسار تعالج امراض اخرى مش ليست على المسار الخارجي، اوكي، او مشاكل اخرى. طيب تعالوا بقى نبدا برضو نفس الحكايه اهو، نبدا نشوف ادي الاصبع الصغير. شوفين بقى هي النقطه دي يا شباب، النقطه بتكون تحت الضفر الصغير، تحت الضفر الاصبع الصغير بس من ناحيه بره، اما لو احنا شفناها من ناحيه جوه ده كانت ايه؟ كانت نهايه مسار القلب، نهايه مسار القلب. يبقى انت عايزه تقولي لي ان مسار اليانج، مسار اليانج اللي هو في خلف اليد من الخلف، اما مسار الين اللي هو القلب كان في اليد من الامام، كنا بندخل يد في الابر في اليد من الامام، اما مسار الامعاء الدقيقه فهو من الخلف لانه يانج فبيكون من الخلف، شايفين اهو من ناحيه الظهر. طيب تعالى، وقلنا المسار الداخلي سبحان الله بيصل الى المعده وبيصل الى القلب ويصل الى الامعاء الدقيقه ويرجع يصلي فوق، يصلي فوق فين؟ اهو عند بدايه العين ونهايه العين، ويبدا يدخل لي في الاذن نفسها. واحنا اتفقنا ان من اجمل النقاط لعلاج، واحنا اتفقنا اي نقطه في الوجه تعتبر تجميل، صح كده؟ يعتبر تجميل. طيب ادي برضو ادي المسار يا شباب تمام، من اجمل مسارات الطاقه. طيب اول حاجه قال لك ان عندنا مسار الطاقه ده هو مسار الامعاء الدقيقه، ده من اجمل المسارات اللي تعالج مشاكل الكتف. طبعا انتوا شايفين المسار ماشي ازاي، ماشي ازاي على ناحيه الكتف والذراع. تعالوا قبل ما نقرا اي حاجه، تعالوا نتخيل ان احنا عندنا المسار ده وهو ماشي كده ومتزوج مع الين بتاعته، الين اللي هو القلب، تفتكروا ممكن نقول ايه؟ يلا نفكر مع بعض. يبقى اول حاجه هيعالج مشاكل ايه؟ تنميل الايدي، لان في عندنا اهو ماشي في الايدي. هيعالج مشاكل ايه؟ مشاكل الوجه تمام، زي العصب السابع والمشاكل دي، لان في نقاط في الوجه. يعالج التجميل، ماشي لي داخل لي المسار الداخلي داخل لي على الاذن، يبقى هيعالج معايا ايه؟ هيعالج مشاكل الاذن زي طنين الاذن وزي ضعف السمع وزي افرازات الاذن والدنيا دي تمام. كمان يعالج مشاكل التهاب الحلق تمام. وكمان هو هنا هو من الخلف، بصوا يا جماعه ادي الاسكابيولا معايا، اللي هي الاسكابيولا يعني عظمه لوح الكتف من ورا، معنى كده ايه؟ ان قدامها من الامام بيقابل الثديين، يبقى معنى كده لو في خراج في الثدي، في مشاكل في الثدي هتتعالج تمام كده. المسار ده هو متزوج مع القلب، يعني من الحاله الروحيه او الحالات العقليه، معنى كده ان انا عندي نقاط من اجمل النقاط اللي تعالج الام الكتف والذراع وتصلب الرقبه والدنيا دي كلها هي مسار الامعاء الدقيق. يبقى انا حتى لو انا مش عارف احفظ الايه وقت الامعاء الدقيقه تشتغل فيه او وقت الامعاء الدقيقه الاسمول انتستين هو من الساعه 1
بيكون اللي هو وقت الغداء بيكون من الساعه 1 لـ 3 او من الساعه 2 لـ 4 في الشتاء. المهم من 1 لـ 3 في الصيف. وقال لك ان الامعاء ده هي بتحب عشان الاكل يكون تمتص كويس، يبقى الاكل مستوي قوي، ما تديلهاش اكل يكون ني وتقول لها امتص، تمام؟ لا، يبقى هي دلوقتي مسؤوله عن الامتصاص. وقال لك نقطه تانية بقى في الطب الصيني، قال لك ايه؟ قال لك يا عم الحاج، انت لو كلت في وقت المعده الصبح من الساعه 7 للساعه 9 كل براحتك الكميه الكبيره اللي انت عايز تاكلها، اما الظهر المفروض ان الغداء يكون كميه الغداء اقل من كميه الفطار، تمام؟ وقال لك ان زيت الزيتون مفيد جدا، تمام. طيب الامعاء الدقيقه، اول حاجه امعاء دقيقه واحد يا شباب، اول حاجه امعاء دقيقه واحد. انت ليه جايبه لي الصوره دي؟ انا جايبه لك الصوره دي عشان انت لو عرفت العظام حسيت، احنا مش هنبدا بقى نحس بالتسن، واحد السن اتنين السن الكلام ده كله، لا، امال ايه؟ احنا هنبدا نشوف العظمه فين ونبقى داخلين جنبها. طيب يبقى انا عندي ادي الاصبع الصغير تحت الضافر اللي هو بتاع اول حاجه، انا باخد خط من الاصبع، هشرح لكم على الصوره دي وارجع اجيب لكم فيديو تاني، تمام، عشان تفهموها اكتر. طيب اول حاجه الامعاء الدقيقه واحد، هرجبها ازاي؟ هاخد خط من تحت الضافر وخط من جنبه ومن الناحيه الخارجيه اهيت، وابدا ان انا ايه احط الابره بتاعتي او حتى اوغزها، وان هي دي نقطه طوارئ. رقم اتنين، اتنين بقى، بصوا بقى انتوا مش هتفهموها غير لما اجيب لكم الفيديو، ثواني بعد اذن حضراتكم، لان الفيديو هيشرحها جميله جدا وهتبقى سهل الوصول لا الكلام اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نشوف اهوت، تمام. اول حاجه ادي مسار الامعاء الدقيقه، مسار الامعاء الدقيقه رقم واحد اهي يا شباب، قال لك ان انت بتبدا تاخد خط من تحت الايه الضفر وخط من جنبه، ونقطه التقاء هنا مع هنا هيطلع معاك ايه، ادي النقطه اللي هي ايه سمول انتستين 1، سمول انتستين 1. خدوا بالكم يا شباب الناحيه الثانيه ما يقابلها من نفس الاصبع، ومن تحت الضفر من الناحيه الثانيه القلب ايه اخر نقطه في القلب. طيب تعالوا بقى نبدا نشوف ادي النقطه الثانيه اللي هي سمول انتستين 2، تمام. قال لك احنا بناخدها ازاي؟ عايزه اقول لحضراتكم حاجه، سمول انتستين 1 وسمول انتستين 2 دي بصوا يا شباب 2 و3 و4 و5، هتبص تلاقي على الخط الفاصل بين اللونين. انا عندي اليد، عندي كل واحد يبص على ايده، في بيكون بطن اليد له لون وظاهر اليد له لون، احنا لما بنيجي ندخل بندخل على المنطقه ما بين اللونين، تمام. طيب رقم اتنين، انا عندي فاكرين يا شباب لما كنا بنقول مسار الامعاء الغليظه رقم 2 و3 هو لارج انتستين 2 و3، كنا بنيجي برضه عند المفصل ونقول قبل المفصل نقطه 2 وبعد المفصل نقطه 3، فاهمين؟ هو نفس النظام هنا. طيب يبقى انا عندي دوت سمول انتستين 2 ده هو بيك. طب خدوا بالكم بقى عندنا نفس النقطه برضه، ايه بقى نفس النقطه؟ نفس النقطه ان انا عندي النقطه ديت من تحتها عظم، فيكون اتجاه الابره يا اما في اتجاه المسار او عكس المسار، تمام، يا اما في اتجاه المسار او عكس المسار على حسب انا عايز اشحن او افرغ، تمام. ليه؟ لان النقطه هنا يا جماعه النقطه هنا هتكون على تحتها عظم. طيب ندخل بقى على مسار ايه السمول انتستين 3، قال لك سمول انتستين 3 لازم اقول للمريض، بصوا يا جماعه هو تنى ايد المريض ليه؟ قال له اتني ايدك ليه؟ لانه لما بيتنيها بيسهلوا ان بيوصل لتجويف ايه يحسه، فعشان كده سمول انتستين 3 اقول له اتني صوابعك عشان خاطر ابدا احس التجويف. هو انت كنت ليه بتقولي لي العظام هناك؟ ايوه عشان اقول لك ان رقم 2 ورقم 3 ادي المفصل اللي بين 2 و3، بخلي قبل المفصل يبقى 2 بعد المفصل 3، تمام. طيب اللهم صل على رسول الله، ماشي. طيب إيه رقم 3 دي، ركزوا معايا عشان النقطه دي رائعه 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 بكل معنى الكلمه. طيب اجيبها ازاي؟ انا خلاص خليت المريض تاني ايده، وبعد كده بدات ان انا احس التجويف اللي بعد رقم 3. خدوا بالكم بقى هنا يا شباب ازاي ادخل الابره، يا ترى هي في اتجاه المسار يا ترى هي عكس المسار؟ لا يا عم الحاج، ده انت هتدخل بالابره دي ابره عمودي. هلا يبقى معنى كده ان داخل في كف اليد؟ ايوه يا عم، انت بتدخل في العضلات بتاعه كف اليد. ليه؟ لان بتكون بينك بين العضلات وبين العظم، لان رائعه جدا النقطه دي. احنا اتفقنا ان ديت على مسار الامعاء الدقيقه، فاكرين يا شباب احنا اتفقنا ان احنا عندنا الامعاء الدقيقه
الامعاء الدقيقه ماشيه من اول الصوابع لغايه فوق، لغايه هي معايا بر سبحان الله، سبحان الله، اللي هي بتعالج ايه بقى النقطه دي. قال لك اول حاجه لو عندك حد ماشي واقف كده طبيعي، بص لقى ايه، لوى جسمه الى الناحيه التانية، يعني احنا ما بنيجي نعمل بعض التمارين كده نلو جسمنا كله، العمود الفقري بالجسم بالظهر لناحيه الخلف كده، لو واحد مثلا جه بقى لوى جسمه جاي يرجع معرفش يرجع، قال لك ولا يهمك، نقطه بس، نقطه سمول انتستين 3 ده ابدا ادخل فيها بإبرة، هتبص تلاقي المريض الشخص ده هيرجع طبيعي جدا جدا جدا. يعني اللوحة او اللي هو بيكون المصل سبازم اللي بيكون يحصل نتيجة التواء الجسم للخلف ومش عارف يرجعه عشان عضلاته كلها قفشت زي ما بنقول بالمصري، ديت بنستخدم سمول انتستين 3. طيب افرض بقى ان انا مثلا جاي اوطي لقدام وجاي